اصحابي الحلوين، ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه؟ يلا بينا نراجع مع بعض حروف اللغة العربية اللي اخدناها مع بعض في المدرسة. اول حرف اخدناه يا كي جي وان هو حرف الالف. برافو عليكم. حرف الالف بكتبه ازاي؟ بقف عند النقطة، انزل عصاية طويلة بتخبط في السطر، وفوق راسها الهمزة، الف 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 الف، وارجع لورا تاني. شاطرين جدا. طيب حرف الألف يا كي جي وان لما بحط فوق راسه الفتحة بقوله إيه؟ ولما بحط فوق راسه الضمة بقوله أو، ولما بحط تحتي الكسرة طبعا الهمزة الشائية بتطير وتنزل تقف جنب الكسرة عشان هم أصحاب، وبقوله إي، ولما بتقف فوق راسه السكون بقوله أه. شاطرين قوي. طيب مين هيفكرني بأصحاب حرف الألف؟ أخدنا أرنب، أسد، أناناس، إبرة، أذن، إسعاف. برافو عليكو. طيب ممكن أقول إيه يا كي جي وان؟ أسد. طب ممكن أقول أو إيه؟ أو أذن. طب ممكن أقول إي إيه؟ إي إبرة. شاطرين جدا جدا. طيب بعد حرف الألف أخدنا حرف جميل تاني اسمه حرف الميم. حرف الميم من الحروف اللي بتحب جدا تمسك إيد أصحابها. طيب ازاي هكتب حرف الميم؟ هقف عند النقطة، ألف ألف ألف، ومد إيده على السطر عشان يمسك أصحابه. ده لما بيجي في أول الكلمة. طب لما بيجي في آخر الكلمة؟ بقف عند النقطة، ألف ألف ألف، أمد إيد صغنطوطة وانزل لتحت أعمل له رجل طويلة. برافو عليكم. طيب حرف الميم لما بحط فوق راسه الفتحة بقوله ما. طب لما بحط فوق راسه الضمة بقوله مو. طب لما بحط تحتي الكسرة بقوله مي، ولما بحط فوقي السكون بقوله م. طيب مين أصحاب حرف الميم؟ أخدنا موزة، معلمة، مهرج، مقص. برافو عليكم جدا. طيب ممكن أقول ما إيه يا كي جي وان؟ ما مركب. طيب ممكن أقول مو إيه؟ مو معلمة. وممكن أقول مي إيه؟ مي مقص. شاطرين جدا جدا. طيب بعد حرف الميم أخدنا حرف حلو قوي اسمه حرف الباء. حرف الباء برضو من الحروف اللي بحب تمسك إيد أصحابها، وعنده كام نقطة؟ شاطرين، نقطة واحدة بس بيحطها تحتي. طيب إزاي أكتب حرف الباء؟ لما بيجي في أول الكلمة أنزل إيد صغيرة بتخبط في السطر، وإيد طويلة ماشية على السطر. طب لما بيجي في آخر الكلمة بيبقى رافع عضلاته القوية، أنزل إيد صغيرة بتخبط في السطر، وأمشي أمشي أمشي وطلع إيده التانية وحط النقطة تحتي. برافو عليكم. طيب حرف الباء فوق راسه الفتحة بقوله إيه؟ با. حرف الباء فوق راسه الضمة بقوله بو. حرف الباء تحتي الكسرة بقوله بي. شاطرين قوي. مين أصحاب الباء؟ أخدنا باب، بطة، برتقالة، بنت. برافو عليكو جدا. طيب يا كي جي وان اقدر اقول باقي باباب. طب بو ايه؟ بو برتقالة. طب بي ايه؟ بي بنت. برافو جدا. طيب كده احنا رجعنا مع بعض حرف الالف، حرف الميم، وحرف الباء. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي مع الحروف الباقية. باي باي.